احمد يا بدري ركله هنا في فنود مارك في الافلام الاز، كيفاش راك تعيش في هذه الاجواء ونعرفوا بلي وهران راهي تحتضن اكبر حدث رياضي لالعاب البحر الابيض المتوسط؟ اولا راني في الحي تاعي تاع الطفوله تاعي، انا كي يجي لهاد لاكريمري هذه تفكرني بسنوات الثمانينات، كنت صغير. هذه لاكريمري تاع الكارتي، انا كنت نسكن هنا الفوق تروازيام ايطاج، دونك هذا الحي تاعي تلعب في هاد البلاصيطا تسمى هاد لا فيو ما توجور انسبيري. وارن سي توجور، شوف انا بالنسبه لي وارن دائما فيها احتفال، ولو تكون بيريود تاع صمت، مي دائما فيها احتفال في الوجوه تاع مواليها. الوهارنا وكي نقول الوهارنا، وهرن سيت اون فيل كوسموبوليت، يعني فيها كل الولايات والاجناس، كاين ناس دي زوريجين تاعهم خارج الجزائر، دونك وهرن فيها ان كوكتيل دو توت لي ريجيون، دونك هذه ماشي حاجه جديده. ولكن هذا الحدث هذا عنده طبعا وعنده بنا خاصه، علاش؟ باسكو تحس باللي لا كاباسيتي تاع وهرن كون فيل توريستيك قادره تبعد. رانا نشوفوا كيما نقولوا لونكومبرومون في لي زوتيل، في كاع لي ريستورون لي تيراس كل شيء، سا سي بيان باسكو هاد الحوايج هادو يزيدوا ينموا الاقتصاد المحلي. لا كريمري تخدم، لو تاكسيور يخدم وهي رايحه، دونك انا نشوفها من هذا الجانب. حاجه واحده اخرى من الجانب الثقافي، هاد لي جون زونفون هادو كيما هكا يكبروا على احداث رياضيه، بالك سافا لي زانسبيري، بالك غادي يقولوا بلي تيان غادي نولي سبورتيف ولا غادي نولي ان اوم دو كولتور. باسكو هاد لي فيستيفيتي بزاف الناس تحسب فيستيفال سي ديبونسي دو لارجون، فيستيفال سي فير بوجي لا كولتور لوكال، فيستيفال سي فير بوجي ليكونومي لوكال، اي دوني لافونغو هذاك نتاع ارواحو لهاد المدينه باش تحوسوا فيها باش تعيشوا فيها ممكن. اي فوالا، دونك وهران دائما ترحب بالناس كاع كيما دارت. نعرفوا باللي الجزائر عندها بزاف ما احتضنتش حدث رياضي ضخم مثل هذا، بالك من التسعينات كاس امم افريقيا، دونك هذه فرصه باش الجزائر تعاود ترفض روحها خاصه رياضيا وصوره الجزائر في الدول. بيان سور هذه سي اون اوكازيون، بعيدا عن الدمغاجه، بعيدا عن كلام لغه الحطب، الحطب ماشي الخشب، بعيدا عن الشعارات هذيك المزيفه، سي لا رياليتي، الحقيقه هذه هي تقال. انا مبهور بالانفراستركتور، ما شفتش الحفل للاسف الشديد، شفت بعض المقتطفات فرحت بزاف، مي راني فرحان ماهيش قضيه انا ما حضرتش ولا لوان دو لا، سي المهم الشعب حضر، المهم الناس فرحت، المهم سيتي اون بال ايماج، المهم الحفل كان ذو مستوى وذوق رفيع. دونك انا نظن حتى لي ستاد رحت باسكو درت الفيلم القصير كيما نقولوا لوفيسيال نتاع الالعاب، وين حطينا دو زوج ابطال اللي هما اول ميداليه اولمبيه موسى مصطفى البوكسور اللي الكارتي تاعه هنا تاني كان جاري بكري، وتوفيق مخلوفي اخر ميداليه اولمبيه. دونك جوست بوغ فو دير باللي الحركيه اللي كانت في الحفل، لي زانفراستركتور، لو ستاد دو تري اوت كاليتي، الباسان تاع لا ناتاسيون تري اوت كاليتي، هادو صوالح شابين، هادو ملاح لرياضه النخبه والرياضيين الصغار، هاد لي جون هادو اللي هم لافدين على الهمات هادو، ان شاء الله نشوفوهم دي شامبيون ولا ان بوبليك اللي يتذوق الفن والثقافه والرياضه.